Vloubic qui va centrer dans la surface de réparation. Attention à Zdenoulaï qui remet sur Brahim Diaz. Oh, que c'est beau, que c'est fluide, que ça paraît facile. Amrabat. Ali avec Raimi. Brahim Diaz dans la surface de réparation. Et le triplé. Et ça va beaucoup trop vite. Down on side position, a flick ball over the top, that's going to go in! Goal number three for that very dangerous... هنا اللقطة ممكن يأتي الرابع! الرابع! السوبر برا... مشهد أخلاقي لن ينساه التاريخ يحدث من إبراهيم دياز في تصفيات أمم إفريقيا. ابن المغرب يعطي لاعب العالم درسا خيال، وكذلك حكيم زياش درسا خياليا في الأخلاق وعدم الأنانية بهذه اللقطة التاريخية مع زميلي سفيان رحيمي. دياز قام بتصرف مفاجئ لم يتوقع أحد، جعل الجماهير تزلزل وتعوز الملعب لأن ما فعله لا يمكن أن تراه إلا من الأساطير. إبراهيم دياز قام بتسجيل هاتريك لأول مرة مع منتخب المغرب، بعد ذلك تحصل سفيان رحيمي على ركلة جزاء، وهنا أصبحت أمام دياز فرصة ذهبية من أجل تسجيل سوبر هاتريك. هنالك كان سفيان مرابط يحاول انتزاع الكرة من سفيان رحيمي لتنفيذ ركلة الجزاء، لكن ما فعله إبراهيم كان صديما وغير متوقع. دياز رفض تنفيذ ركلة الجزاء ومنع مرابط من انتزاع الكرة من رحيمي، وذهب إلى سفيان رحيمي ومنحه الكرة وأصلح بين اللاعبين وأذن له بتنفيذها في لقطة أخلاقية أسطورية لا يمكن وصفها.